שלמם אמחון. אמן. אמרו אבנגליון קדיש אדמר נשום שיחם קרוזותה עד יוחנן שוחן שיחן אני נשתה في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله والله كان الكلمة هذا كان في البدء عند الله وكل به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان به كانت الحياة والحياة هي نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان إنسان أرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليؤمن الكل على يده لم يكن هو النور لكن ليشهد للنور لأنه كان نور الحق الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم في العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرفه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله فأما الذين قبلوه فأعطي لهم سلطانا أن يكونوا أبناء الله للذين يؤمنون باسمه الذين لا من دم ولا من مشيئة لحم ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولدوا والكلمة صار جسدا وحل فينا شحا لا لها من أين بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين صباح الخير جود مورنينج اخوتي واخواتي الاعزاء سلام ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح يكون وياكم بهذا صباح المبارك الانجيل يوحنا يبدي انجيل اليوم هذا هو الفصل الاول يبدي في البدء كان الكلمه لغويا الكلمه عاده هي كانت لكن يجي ويقول في البدء كان الكلمة يوحنا الإنجيلي يوحنا يكتب إلى مجتمع يوناني ويكتب إنجيله باللغة اليونانية اللي يقول بها بمجتمع هو كان موجود اللغة السائدة كانت لغة الفلاسفة لغة الفلاسفة اليوم شوية انخفضت في العالم ولهذا كل ما واحد يبدي يحكي نقول له رجاء لا تتفلسف لما يبدي يحكي بكلمات ممكن ما نفهمها المجتمع اللي يكتب به يوحنا كان موجود سائد بلغة سقراط اللي يقول تكلم لكي أراك احكي على المود عرفك في مجتمعنا اليوم الإنسان يقدر بالكلمة من كلمتك أعرف منو أنت لما تبدي تحكي أعرف شنو شخصيتك أعرف شنو أفكارك في هذا المجتمع إجا يوحنا قال في البدء كان الكلمة والكلمة هي الترجمة اليونانية لكلمة لوغوس هذا اللوغوس هو طاقة هذا اللوغوس هو مسبب الأمور ولهذا الكلمة الإنجليزية logic جاية من لوغوس مسبب كل الأمور وكأنه يوحنا يقول لنا اليوم سبب كل الأمور هو يسوع المسيح يسوع المسيح هو الأساس لكل شيء به كان وبه وجد لما نجي نفكر اليوم على عالمنا اليوم على مستوياتنا على كلامنا لما نجي نرجع ونقول سبب الكلام مالتي هو يسوع سبب الحكي مالتي هو يسوع سبب اختياراتي هو يسوع
سبب أفكاري هو يسوع، سبب خدمتي هو يسوع. لما يبقى يسوع يكون الأساس لكل شيء في حياتنا، ما أعتقد راح يكون عندنا المشاكل اللي دنمر بها في عالم اليوم. القديس بولس يباوع عليها ويقول في أعمال الرسل: به نحيا وبه نوجد، به نحيا وبه نوجد. فالأساس لحياتنا يا أحبتي هو يسوع المسيح. وأنتوا اليوم اجيتوا إلى الكنيسة لأنه شفتوا فتشيء في يسوع ما شفتوا بغير مكان آخر، ممكن جيرانكم، ممكن ناس قريبين عليكم، وأيضا ممكن ناس في بيوتكم ما يشوفون الأمور اللي أنتوا تشوفوها. سبب الأمور وسبب كل شيء موجود في حياتنا هو يسوع المسيح. تصوروا وياي إذا اليوم أني وأنتوا مبدأنا هو المسيح، معناته مثلا الرجل يعامل زوجته والزوجة تعامل زوجها والأب والأم يعاملون أولادهم على أساس يسوع المسيح هو الأساس مال علاقتهم مال عائلتهم. المواعظ مالتنا والكلام اللي نتكلم، الخدمة مالتنا، دعوتنا، إذا كان أساسه هو يسوع المسيح. فاليوم كل إنسان هو أمام قرار رئيسي في حياته وحياته: هل أني دا أكثر من وجود يسوع المسيح في عالم اليوم أو دا أنقصه؟ هل أني اليوم دا أشوف بأنه يسوع المسيح هو سبب اختياراتي، سبب عملي، سبب كلامي، سبب نظراتي، سبب تعاملي ويا الآخر، أو هو نفسي وغير شيء آخر؟ فهو مسبب لكل الأمور. إحنا اللي اعتمدنا بيسوع المسيح شفنا نور به، إحنا اللي أخذنا يسوع المسيح شفنا نور به. وكناس ممكن مثلي ومثلكم معمذين ماخذين هذا النور في العماد مالتهم، لكن بعيدين كل البعد أيضا عن هذا النور بقراراتهم. فيوحنا يباوع يقول أمام فتشي، يقول الكلمة، هاي الكلمة به كانت الحياة وبه كان النور. هاي الكلمة اللي كانت بعيدة عن الإنسان ممكن بتصوره صارت جسدا وحلت بيننا وحلت فينا، في قلوبنا، في أحشائنا، في أعمالنا، في بيوتنا، في كنائسنا. هاي الكلمة يسوع المسيح، فهو موجود. مرات ندور على يسوع المسيح في كل مكان، لكن هو أقرب إلنا من عندنا. هاي الكلمة اللي حلت في العالم، يسوع المسيح حل في عالم وهذا العالم مدى قبله اليوم، لأنه يسوع المسيح أكو نور دا يجي من عده، أكو حياة دا تجي من عده. لكن الإنسان اليوم اختار حياة مزيفة بدل حياة الحقيقية اللي هي يسوع المسيح. فاليوم الناس تخلي كل شيء في منطلق الحلال والحرام. مرات في تفكيرنا احنا عندنا خانات لكل شيء، خانة الحلال وخانة الحرام. الموضوع هو اكبر من حلال وحرام، الموضوع هو بالحكي مالتي وبكلامي وبتصرفاتي وبنظراتي وبتعاملي وبقراراتي وبعملي وبزواجي وبعائلتي وبكهنوتي وبرهبانيتي، هل دا أزيد من نور المسيح أو أني دا أتبع مملكة الظلام؟ أكو أمور ممكن ما تكون حرام لكن أني مدعو بأنه وعوفها. أكو أمور ممكن ما تكون مذكورة في الإنجيل بأنه أني مفروض ما أسويها، لكن القرار هو بأنه هل هذا دا يزيد النور، هل دا يزيد السلام في حياتي أو ما دا يزيد السلام في حياتي. أبسط الأمور اللي دا نعيشها اليوم مثلا، واحدة من أبسط الأمور
هو الانتقام. لما أنتقم من إنساني أذيني، هل أنا دا أزيد من نور في العالم أو دا نقص من النور في العالم؟ لما نتكلم على سمعة شخص أو سمعة إنسان أو إنسانة كائنا من كنت، هل دا أزيد من مملكة الظلام أو دا أزيد من مملكة النور؟ ولهذا القديس بولس يقول لاسم يسوع تركع كل ركبة في السماء وفي الأرض وما تحت الأرض، كل البشرية كل الخليقة تركع لاسم يسوع المسيح. إذا في حياتي آني في قراراتي آني مدى أركع لاسم يسوع المسيح، معناتها أكو مشكلة بالقرار اللي دا أتخذه. هي مراجعة للذات، مراجعة لقراراتنا، هذا القرار وين يتقوى. كل إنسان أمام اختيارات هواية، كل إنسان أمام قرار مصيري، هل أنا تابع ليسوع المسيح اليوم أم أنا تابع لإبليس الظلام؟ هل أنا دا أزيد من حضوره في حياتي أم دا أنقص من حضوره في حياتي؟ ولهذا قسم من الناس يتصورون بأنه الروح للكنيسة ما تفيد إذا أني خوش إنسان. جد من الناس يتصورون هذا التصور اليوم، لكن يا إخوتي وأخواتي اليوم أني بشنو تقويتي، شنو تعزيتي، شنو الشيء اللي يقويني في مسيرة الحياة؟ هو جسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكلمته الحية. إذا أنا كل مرة دا أبتعد عن جسده، كل مرة دا أعتمد على أفكاري وعلى أهوائي. فإذا أريد أعرف اليوم الاختيار اللي دا أختاره صحيح أو لا، خلي أشوف بأنه هل هذا الشيء دا يزيد يسوع المسيح أو لا. كثير من الشباب والشابات مرات يسألون، ما أعرف إذا هذا الشاب أو الشابة هم زينين إلي، هل ما أعرف هذا، هل هذا الشيء اللي الله يريده إلي؟ جوابي يعني شخصيا دائما هو بأنه هل هذا الشخص أو هذه البنية دي يزيدون يسوع المسيح في حياتك أو حياتك، أو دي ينقصون يسوع المسيح في حياتك أو حياتك. ربنا يدز لنا علامات من البداية، هل الشخص اللي أنا دا أتعامل وياه اليوم دا يزيد يسوع أو دا ينقص يسوع؟ هل العلاقة اللي أنا داخل بيها، أريد أعرف علاقة هي زينة أو لو مو زينة، مهما كان الصديق غالي علي أو الصديقة غالية علي، لكن هذا الصديق أو الصديقة إذا مدى يزيدون حضور يسوع المسيح في حياتي، معناته أكو مشكلة بيها، أكو مشكلة في هذه العلاقة. كذلك ينطبق علينا احنا في مواعظنا وفي خدمتنا على المذبح لكل شماس وكل شماسة وكل مرنم ومرنمة وكل انسان يخدم بالكنيسة. هل مواعظنا وكلماتنا وحضورنا وتصرفاتنا هل تعكس صورة يسوع المسيح ام تعكس شيئا مظلم في دواخلنا؟ هل انا اليوم واقف على المذبح لانه كشخة بأنه وقف على المذبح وحلو بأنه وقف على المذبح، هل أنا مستحق للهدوم اللي لابسها أو لا؟ الجواب هو جدا مصيري، كل أب وكل أم. هل أنا بدل ما ألبس أولادي وبناتي أغنى وأغلى الملابس وركبهم أحسن السيارة، هل دا ألبسهم بالنعمة؟ هل دا ألبسهم بيسوع المسيح؟ هل العماد أو القربان دا فعل في حياتهم أو هو مجرد إجبار على شيء لازم أكمله لازم أسويه وبعدين أطلع منه أنا وأعيش حياتي مثل ما أريد؟ يا أب ويا أم، كل واحد من عندكم هو انعكاس لصورة المسيح في محيطكم في عوائلكم، فأولادكم راح يباعون عليكم، وكل شاب وكل شابة وكل عزب وكل عزباء. الحفاظ على الجسد والحفاظ على الطهارة من مغريات وشهوات العالم هو دعوة لكل إنسان، ما هو فقط بأنه دعوة بالعالم وعيش بالعالم وسوي مثل ما يريد العالم.
يوحنا يقول اليوم أنه نفس يسوع المسيح إجا العالم والعالم لم يقبله. وادعوكم اليوم بأنه لا تخافون بأنه تتكلمون وتوعظون وتتحجون باسم يسوع المسيح في أي مجتمع وفي أي محيط كان، وشوفوا الناس شون راح يحبوكم، لأنه من اسم يسوع الناس يخافون اليوم. ما أعرف شنو المشكلة، فبدينا ندور على حلول مؤقتة، بدينا ندور على حلول فقط لوقت معين ووقت قصير، بأنه أنا يسوع المسيح راح يعطيني الفرح الدائم لكن ما أريده، راح أروح أدور على فشيء ممكن يطيلي فرح مؤقت لزمان ووقت مؤقت، ونسميها اليوم بالونسة. خل نطلع نتونس. الونسة ليست حرام، لكن الونسة اللي دا تبعدني عن يسوع المسيح واللي دا توديني إلى الخطيئة، ذاك الوقت راح تقودني إلى الهلاك. كثير من الناس يتصورون بأنه القضية أجان هي حلال وحرام. القضية هي بأنه اليوم أني جقد مستعد بأنه أعطي حريتي، أعطي جزء من حريتي من أجل يسوع المسيح. من حريتك وحريتك بأنه تسوون أي شيء يعجبكم. اليوم مفهوم الحرية وسيء استعماله في كل مكان، لكن الحرية الحقيقية هي لما أني أباوع على حياتي وأقول يا رب، بالرغم من أنه هذا الشيء هو محلل في العالم، بالرغم بأنه هذا الشيء هو مقبول في العالم، لكن يا رب أني دا أعطي هاي الحرية من أجل اسمك. فاليوم وجودكم في الكنيسة، ما أعرف، أكيد أكو قسم أشوفكم كل أسبوع، أكو قسم أشوفكم مرة بالشهر، وأكو قسم ممكن موجودين هنا لأنه أكو تذكارة وتعزية، لأنه جايين بسبب أنه أنا أروح أسوي واجب. لكن أنتم موجودين هنا، هذا اللي يهم، وربنا يباوع على قلب كل إنسان من عندنا ويقول ما يهم الشيء والقرارات اللي اتخذتها ما دام انت موجود امامي اليوم، واحنا موجودين امامه. فخلينا ناخذ القرار بانه نتامل في هذا القداس، هل اني في حياتي وقراراتي وكلامي وتصرفاتي وتعاملاتي دا اتبع روح يسوع المسيح ام دا اتبع روح العالم؟ هل اني في تصرفاتي دا احب اللي يحبني ودا اعزم اللي يعزمني ودا اقدر اللي يقدرني، او اني مرات هواي ادوس على نفسي واحب اللي ما يحبني ورجع ليسوع المسيح اللي هو ممكن في نظر العالم بعيد عنه، واقدر اللي ممكن ما يقدرني، واحاول بكل طريقه ممكنه وكل قرار وكل تصرف بأنه أشوف صورة يسوع المسيح. فالعالم اليوم يباوع علينا إحنا، من يشوف؟ شوفني أني منو، من عشيرة منو، ابن منو وبنت منو، بأي لغة أتكلم، من أي بلد جاي، أو مثل ما يقول اليوم في إنجيل يوحنا، الذين ليسوا من مشيئة رجل ولا بشر ولدوا، لكن من مشيئة الأب الذي في السماوات. آمين.